أنا الراعي الصالح. يسوع ضل بيقدم نفسه لتلاميذه، لكل اللي عم بيتبعوه، إنه هو الراعي الصالح اللي بيرعى كنيسته، والراعي غيور ويحب الرعية. والكنيسة اليوم مش بس الكنيسة السريانية المارونية الأنطاكية هي اللي خسرت راعي صالح بشخص مثلث الرحمات رولان أبو جودة. كل المسيحيين بلبنان هن اللي خسروا بغيابه عنهم، لكن العزة اللي المسيحيين بيضل بيعيشوه بقلبهم وبضميرهم هو إنه الراعي الصالح هو التحق بالراعي الصالح الأول، راعي الرعاة اللي هو الرب يسوع بهالموسم، موسم القيامة. نقدم تعازينا للكنيسة الشقيقة السريانية المارونية الأنطاكية بشخص صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي وآباء السينودوس وجميع أفراد الكنيسة. داعي متضرع للرب يسوع أنه بيتقبل هالراعي الصالح اللي تبعه كل حياته بأقواله بأعماله بمحبته بغيرته على الكنيسة وعلى نشر الإنجيل، سيما اللي هو كان من المؤسسين الأوائل لتلي لمير والنور سات وقدم للكتير ودعمه. الرب يسوع بيتقبله في ملكوت السماء مع العذراء والقديسين والقديسات. هذا هو دعانا وصلاتنا.